الصين دائما ما تبهر العالم بابتكاراتها التكنولوجية، ولكن هذه المرة تقدم لنا نقلة نوعية حقيقية في عالم النقل، من قطار سكاي ترين المعلق إلى سيارات المستقبل والطائرات بدون طيار المخصصة للركاب. استعدوا لاكتشاف كيف تبدو وسائل التنقل في المستقبل. سكاي ترين، القطار الطائر. تخيل وسيلة نقل عامة تسير في الهواء. نعم، إنه سكاي ترين، أول قطار طائر بدون سائق في الصين. على الرغم من أنه لا يطير حرفياً، تصميمه المستقبلي يجعله يبدو كذلك. هذا القطار يسير بسرعة تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويمكنه نقل 200 راكب في وقت واحد. والأروع، بناء السكة المعلقة استغرق فقط 7 أشهر، نفس المدة التي تحتاجها القطارات التقليدية، لكن بتجربة نقل أكثر سلاسة وأمانة. BYD Yangwang U8 SUV المستقبل. والآن إلى BYD Yangwang U8، أول SUV عائمة في العالم. بتقنيات فريدة مثل نظام هيدروليكي يمكنها من الطفو على المياه، هذه السيارة تتجاوز الطرق التقليدية لتغزو البر والبحر. إنها ليست مجرد سيارة، بل تجربة قيادة استثنائية تتحدى المستحيل. في حالات الطوارئ، نظام الطفو الذكي يفعل تلقائياً للحفاظ على الأمان، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات ابتكاراً على الإطلاق. نيو اي تي اس 9، قمة السيارات الكهربائية في عالم السيارات الكهربائية. تظهر نيو اي تي اس 9 كإبداع لا مثيل له. بفضل نظام تعليق هيدروليكي ذكي، يمكنها إزالة الثلوج المتراكمة دون تدخل يدوي، كما تتميز بمحرك قوي وبطارية تشحن في دقائق قليلة، مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق السيارات الفاخرة. إيهانغ 216 اس، الطائرة بدون طيار للركاب ولمحبي السماء. لدينا إيهانغ 216 اس، طائرة بدون طيار تنقل الركاب. هذه الطائرة الكهربائية صديقة للبيئة، ويمكنها استيعاب راكبين والتحليق بسرعة 130 كيلومتراً في الساعة. مستقبل النقل الجوي أصبح أقرب مما نتخيل. لازرث إيل إم في 496، الدراجة الطائرة. لنعبر الحدود بين الأرض والسماء مع لازرث إيل إم في 496، أول دراجة نارية طائرة في العالم. بضغطة زر واحدة تتحول هذه الدراجة المذهلة إلى آلة طيران بفضل محركات نفاثة مدمجة، لتجربة نقل فريدة جداً. زوكس، ثورة النقل الآلي. شركة زوكس التابعة لأمازون تقدم سيارة أجرة ذاتية القيادة بتصميم ثوري مخصص للمدن المزدحمة. المركبة تعمل بالكهرباء وتوفر رؤية بزاوية 360 درجة، مما يجعلها الحل الأمثل للتنقل الآمن والفعال. مع تقنية القيادة في كلا الاتجاهين وتصميم داخلي اجتماعي ومريح، تمثل زوكس الخطوة القادمة نحو مستقبل مستدام للتنقل الحضري. هوندا موتو كومباكتو، الأناقة في التنقل. تعود هوندا موتو كومباكتو بنسختها الجديدة كوسيلة نقل خفيفة وعملية للرحلات القصيرة داخل المدن. بسعر معقول وتصميم مدمج، تقدم هوندا تجربة تنقل ممتعة ومثالية للاستخدام اليومي، مع شحن سريع ومدى يصل إلى 19 كيلومترا. استمتع برحلاتك اليومية مع لمسة من الأناقة والابتكار. تخيل دراجة نارية تعرفك، تتفاعل مع إيماءاتك وتحافظ على توازنها بمفردها. ياماها موتورويد، هذه ليست مجرد دراجة، هذا هو مستقبل القيادة يبدأ هنا. يجمع موتورويد بين الذكاء الاصطناعي، تقنية التوازن الذاتي، والتواصل الحسي لتمنحك تجربة قيادة لم يسبق لها مثيل. تتجاوز ياماها موتورويد كونها مركبة، إنها رفيق يتنفس، يراك ويستجيب لك. إنها التجربة الشخصية التي تعيد تعريف معنى الحرية. استعد للانطلاق إلى المستقبل، حيث شريك مغامراتك جاهز دائماً. هوندا يوني 1، مع هوندا يوني 1 أصبح التنقل تجربة غامرة، تجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز لتحول القيادة إلى مغامرة تقنية مذهلة. تخيل أن تعرف كل شيء عن طريقك دون أن تبعد عينيك. طبقات من البيانات الذكية تظهر أمامك، تمنحك كل ما تحتاجه للتنقل بسهولة. A هيدروفويل جيت سكي فلاي واي. تعرف على هيدروفويل جيت سكي فلاي واي، المركب المائي الذي يأخذك إلى بعد جديد من السرعة والإثارة. بتقنية الأجنحة الهيدروفويل، ينزلق فلاي واي فوق سطح الماء،
يمنحك قيادة أسرع وأكثر سلاسة مع مدى يصل إلى 120 كيلومتراً بشحنة واحدة. سواء كنت تبحث عن الإثارة أو ترغب في الاستمتاع بالطبيعة، يقدم فلايوي كل ما تحتاجه بصفر انبعاثات وصمت يليق بالمغامرين الواعين بالبيئة. InMotion V14، لماذا تحتاج إلى عجلتين بينما يمكنك الاكتفاء بواحدة؟ تعرف على InMotion V14، الدراجة الأحادية التي تعيد تعريف النقل الشخصي. بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة وقدرة على تسلق منحدرات تصل إلى 50 درجة. InMotion V14 ليست مجرد مركبة، إنها تجربة تحررك من الحدود. تصميم صغير الحجم، أداء كبير، وتجربة قيادة مليئة بالإثارة. أوريجو، في عالم يزداد ازدحاماً، تقدم أوريجو حلولاً ذكية للنقل الذاتي تعيد تعريف الكفاءة والسلامة مركبات. أوريجو مجهزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتطورة لتتمكن من التنقل بدقة حتى في أكثر الطرق تعقيداً. سواء كنت تبحث عن نقل الركاب، توصيل البضائع، أو حتى إنشاء وحدة تجارية متنقلة، فإن كبسولات أوريجو المرنة مصممة لتلبية احتياجاتك. مع قدرتها على العمل في جميع الظروف الجوية، تضمن أوريجو تشغيلاً موثوقاً على مدار العام. كبسولات أوريجو الكهربائية ليست مجرد وسيلة نقل، إنها خطوة نحو مدن أنظف وهواء أنقى. الصين لا تكتب قصة النقل المستقبلي فقط، بل تقود ثورته. بين شوارع مدنها المزدحمة وسمائها التي تعج بالمركبات الذكية، تنبض رؤية مستقبلية تحول الأحلام إلى واقع ملموس. هنا حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالابتكار، وحيث تتحول المدن إلى أعجوبة تكنولوجية تعيد تعريف معنى التنقل. الصين ليست مجرد جزء من المستقبل، بل هي القلب النابض له